ايام النبي عليه الصلاه والسلام جات له امراه مريضه بالصرع وسالته ان يدعو الله لها فتشفى، فاطرق النبي عليه الصلاه والسلام هنيها وبعدين قال لها اتصبرين ولك الجنه، فقالت له اصبر ولكن ادعو لي حتى لا اتكشف، يعني ما بيجي لها نوبات الصرع بتشلح نفسها وكده، فقالت له بس ادعو لي الا اتكشف، فدعا لها الا تتكشف. طبعا الحديث واضح ان النبي اطرق هنيها لغايه ما الوحي بلغه بان الصابر في هذه المسائل الامراض اللي بتيجي كضربه قدر ولا علاج لها، الصابرين لهم الجنه، وطبعا لهم الجنه بحكمه واضحه، ان يعني انت ما دام ما حسبتش ربنا وهو كمان ما يحاسبكش، كونك ما تحاسبش ربنا على ضر اصابك يبقى هو كمان ما يحاسبكش. قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم، للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة لواحد بلا إيمان مرض زي ده يبقى كارثة لا لها تفسير ولا لها حكمة، وهي تبقى بالنسبة له مجرد نوع من الفوضوية والعبث ونوع من الظلم المطلق. ودايما اذا كان الانسان هيواجه حاجات زي كده بلا ايمان بالمره بينتهي الموقف بان هو يبلع له عمود اسبرين او ينتحر، ونقرا في الجرايد انتحر بسبب مرض مزمن. فده فرق الكبير بين موقف المؤمن وبين موقف الملحد، وهي دي يعني عظمه الايمان في انه ممكن انسان بفضل الايمان يشيل احمال اضعاف ما يستطيع ان يحملها الانسان الملحد، لان نظرته بعيده ورؤيته كبيره وفهمه أكبر من فهم وتصوره أكبر من تصور الإنسان الكافر المحدود اللي يدوبك بيعيش في لحظته لحظة بلحظة لحظة بلحظة، والنتيجة أنه بيعيش في توتر دائم توتر دائم وفي حسرات متلاحقة، يدوبك بيفرح لحاجة وبعدين تروح من إيده ويتحسر على حاجة تانية ما نفسه فيها وما يلاقيهاش، ويعيش حياته كلها حسرات. إنما المؤمن شيء مختلف، المؤمن حقيقة بيعيش ومن جوه، هنا زي ما بيقول العارفين لا تزلزل الزلازل ولا تحركه النوازل، بيبقى ساكن 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 سكون البحر مهما اعتمل في داخل هذا البحر من صراع ومن حيوات لا نهاية لها. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. علي بن أبي طالب عليه السلام قال عليه السلام: أول العبادة انتظار الفرج بالصبر. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال عليه السلام: الصبر أحد الظفرين. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال عليه السلام: ثواب الصبر أعلى الثواب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم و
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. طريق الابتلاء معبر شاق تعب فيه آدم ورمي في النار الخليل وأضجع للذبح إسماعيل وألقي في بطن الحوت يونس وقاس الضر أيوب وبيع بثمن بخس يوسف وعالج أنواع الأذى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت على سنة الابتلاء سائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية فيها رفع للدرجات وحط للسيئات. والمصاب من حرم الثواب.